شيخ الحارة والجريئة. في شيخ الحارة والجريئة الأسئلة ما كانتش بريئة. الموسم الرابع كان فيه مفاجآت كتير وأسرار من كل بير، لكن اللي الناس ما شافتوش كان أكتر بكتير. في الحلقات الضيوف حاولوا يهربوا من الإجابة، لكن بشوية ضغط كان دايماً بيبقى فيه استجابة. المحذوف في المونتاج كلام مهم، أصل وفصل، وفي حلقة الليلة هنبدأ من منطقة العزل. منطقة العزل. في منطقة العزل الضيوف كان معظم الوقت عندهم سؤال صعب مش عايزين يردوا عليه، وأحياناً كيبقى فيه أكتر من سؤال من الأسئلة التلاتة عندهم اعتراض عليه. لكن شروط اللعبة كانت واضحة، مش من حق الضيف يلبس الكمامة غير على سؤال واحد، سؤال واحد بس. هما التلاتة ممكن يكونوا دمهم تقيل، بس ما عندناش هزار، اتنين هتجاوب وواحد تمتنع عنه. مش هتجاوب على السؤال ده؟ It's a big disaster. ايه بقى السؤال اللي انت معترض عليه في التلاتة؟ ده كارثة وده بيجست. السؤال ده هلبس له الكمامة أحسن. أنا ممكن أجاوب عليهم التلاتة كلهم، بس أنا أعترض على الآخرين. ممكن أعتذر عن التلاتة؟ أنا التلاتة. لو لازم نبقى الأول. راجع بقى السؤال التاني. لا مش هتكلم عنه. هتعتذري على التلاتة ولا إيه؟ يبقى هرفض السؤال الأولاني. في سيرتك على كل لسان يمكن اسم الفقرة كان صادم لبعض الضيوف، لكن لما شافوا الفيديوهات كانت صدمتهم أكبر، وردودهم كانت معظم الوقت دفاع عن نفسهم. سيرتك على كل لسان. فريدة. نعم. سيرتك على كل لسان. قطع لسانه. معقول ان انت شايف روحك عبقري على طول؟ والله انا من بداية عبقري. بقول للناس النهاردة انا عندي صبري فواز. في ناس كتير قوي عارفين ادوارك ومش عارفين اسمك بعد السن والخبرة دي كلها. طب ما هو ده اللي انا بقوله. هجومك عليه ده نفسنا منك. لا لا انا فرحان اللي هو ناجح، عشان انا حسيت اللي انا عملت حاجة. هو اللي عملني حمو بيكا سبب من اسباب ان انا مشكوش اتعرف للناس، واللي يقول غير كده يبقى انسان نكر للجميل. طب ما توريني غنيت له ايه كده عشان انا اشوفك هنجحك ولا سقطك. يعني لا بلاش اللي انا اغني. شاكوش بيغني بس بيزعق كتير. الغرور خلاه مش شايف حد. نشوف الفيديو اللي بعده. سيرتك على كل لسان بتقول انك فشلت في تقديم دور الزعيم جمال عبد الناصر. والله حسب مقياس النجاح والفشل. انا اولا يعني بالي زمان ما شفتش يعني اي حاجه مسلسل، دلوقتي انا شفته وانا سعيد ان انا عملت هذا الدور، وانا عملت هذا المسلسل على بساطته. انا رايي انه مسلسل عن هذه المرحله وعن عبد الناصر وعن المنطقة كلها، يعني كان بيستحق مسلسل أضخم وأفخم بكتير. أنت من أنصار طبعا جمال عبد الناصر؟ لا برضو لا. أنا لا ولا لي من أعدائه ولا من أعدائه. أنا رجل عندي بصراحة يعني ماش يعذروني الناس، مش نصيري. الحكاية هنا ما فيش أهلاوي وزملكاوي، دي باب كرة القدم. لا بس عبد الناصر عليه اختلاف، لأنه لا شخصية لا زعيم وفي الرئيس نفس الوقت عبد الناصر سياسي. شخصية عظيمة، له ما له وعليه ما عليه. كل الناس لها ما لها وعليها ما عليها. أحسنتي. خلينا نشوف الحكايات بالشكل ده، من غير ما يعني شيطنة ومن غير تقديس. فلذلك أنا بالنسبة لي الرئيس جمال عبد الناصر والرئيس أنور السادات ولأي زعيم سياسي خدم بمرحلة من المراحل، بالنسبة لي له ما له وعليه ما عليه. أنظر له بس بالموضوعية. حبيت شخصية أنت جمال عبد الناصر بدليل أنك عملتها. أنا جداً يعني. وحبيت يعني الناس تشوف هذه المرحلة. الناس ما حبيتش دور عبد الناصر في شخصية سوري، وعشان كده كان الحكم قاسي عليك؟ لا يعني أنا والله ما أعرفش إيه الأسباب، بس أنا أعتقد أنه يعني برضو مكنة النقد والإعلام بتكرس مفاهيم معينة عند الناس بصراحة مع الزمن، أنه إيه هو المقبول وإيه هو غير المقبول، فده لعب دور. زائد أنه أنا بيني وبينك كمان لازم أعترف أنه في بعض المشاهد أنا اللهجة المصرية بتاعتي ما كانتش مظبوطة، عشان كده كان أنا بقول أنه مسلسل زي ده ما
ينفعش يتصور زيه زي أي مسلسل اجتماعي حول واحد متجوز واحدة بالسر ومخافي على مراته وأي كلام. ده مسلسل ما ينفعش نصور فيه 15 مشهد في اليوم. ده مسلسل سقف التصوير فيه لازم 3 أو 4 مشاهد علشان كل حاجة تاخد حقها. فريدة ليه كل مقاطعك على اليوتيوب يطلع حد يكتب لك فريدة سيف النصر ساخنة؟ ايه بقى؟ يعني انا مستعجبه ويبقى حتى العنوان ملوش علاقه بالمشهد اللي بيسال. طب هقول لك على حاجه يا مؤمنه، قولي لا اله الا الله الاول. لا اله الا الله يعني انا في بدون ذكر اسماء طالعه عامله كده اتخمنه وجايبين لي جسم محيط حامد طبعا وتامر محسن زي بتاع ايدي مورفي ومكبره الحاجات وطالعه وبقول لرجب اللي هو محمد فرج رجب خش وتعالى اقفل الباب. طب ويا راجب وانا بتضحكي عليا انا وانت لما تقولي له راجب يعني خلاص يا شفتي ده ضميركم بقى ده ضمير الغائب انا ماليش يعني دعوه بياخدوها ازاي كاتبين سخينه وما تقوم ايه ده قاعده في فرن مثلا يعني ما انش فاهمه. سيرتك على كل لسان بتقول ان مناخيرك في السماء وبتبص للناس من فوق، هو انت احسن من الناس؟ لقيت نفسي لا ده مش حجاب اللي انا عاملاه، يا حجاب يا لحجاب. توترتي ليه لما شفتي الفيديو ده؟ سيرتك على كل لسان استاذ مفيد بتقول انك بتفتي في اللي مالكش فيه. نعم انا اخطأ. الشرف ده اعمله بره في الغار. انا بعمل شغل يبقى لو انا مالي يعني سألونا انا ليه؟ بس واضح ان انت كنت منسجم قوي معاه. ده حاجه كده دي مزقوقه عليا. المحذوف من فقرة سيرتك على كل لسان مش آخر حاجة اتحذفت عشان مدة الحلقات، لسه في حاجات كتير جاية ومفاجأة بس بعد الفاصل. الرد في الفقرة دي كان المفروض يبقى من كلمة واحدة، لكن لأن الضيف عنده كلام محتاج يفسر بيه اختياره ما كانش بيكتفي بالكلمة وبيكمل بعد ما يقول إيجابي ولا سلبي. إيجابي ولا سلبي؟ تامر أمين لو مكان هاني شاكر لن يمنح تصريح غناء المهرجانات غير لمحمد رمضان، إيجابي ولا سلبي؟ لا شمالي مش عارف أنا شمالي. مش عارف إيه السؤال. يعني لا أي حد بينعر لا، اي حد بيهوهو لا، اي حد بينونو لا، اي حد يعني عنده يعني انت ضد بتوع المهرجانات كلهم اللي بيغنوا اغاني المهرجانات. انا مش عايز الحقيقه، بصي عشان برضه ابقى امين ودقيق، انت تامر امين بسم الله عليك اتفضل. انا ما بحبش التصنيف وما بحبش القوالب، انا لحد النهارده مش عارف يعني ايه مطرب المهرجانات ومش عارف يعني ايه اغاني المهرجانات، ما هي اغاني ومزيكا وناس بتغني سواء بقى بشكل ما او انا مش خبير موسيقي يعني عشان اقول لك الدوزن والسلم لا وكذا. لا هم عملوا اغاني كده وهم أيوة قاعدين بيقول لك قاعده كده يغنوا اغنيه، تصنيفها مش عاجبني كويس. المقياس ايه عندي؟ بتعرف تغني ولا لا؟ مين اللي يقول ده؟ نقابه المهن الموسيقيه واللجنه بتاعه اختبار الاصوات، اللجنه اللي تقول ده عنده الحد الادنى لمقاومات الغناء مبروك، يغني بقى شعبيات يغني مهرجانات يغني رومانسيات. طب انت بتسمع الاغاني دي؟ انا بسمع بتاعت شاكوش وبتاعت انا بسمع اي حاجه حلوه حمو بيكا وكل لا تسمع حمو صعب، لكن يعني انا سمعت اغنيه بنت الجيران وعجبتني. ترقص عليها؟ وايه ترقص عليها بعينك بعينك اي يعني حاجه فيها عري فيها رقص ما بعملهاش. عبير صبري اتنزلت في بدايه مشوارها، ايجابي ولا سلبي؟ لا انا عايزه اقول لك تاني الجمله اللي انا قلت لك واحنا واقفين هنا في اوضه العزل دي. انا طول عمري يا ايناس شايفه نفسي عندي امكانيات حلوه، يعني انا دايما شايفه نفسي بنت حلوه. ازاي بتشوفي روحك حلوه؟ ازاي حد يقول على روحه انا حلوه؟ انا شايفه نفسي حلوه والناس شايفاني حلوه، وبعد شويه تقولي انا بحبني وبحبني طبعا وانا دمي خفيف على قلبي وطبعا دمي خفيف وميرسي يا رب انك عملتني حلوه كده طبعا، بس نفسي في المرايه بعمل كل حاجه. ايوه فانا بشوف بس ده معناه لما هتكبري شويه تزعلي قوي على نفسك. تصاريح مزاوله المهنه في نقابه الموسيقيين ما بقاش ليها لازمه في الزمن ده عشان في السوشيال ميديا وفي اليوتيوب، ايجابي ولا سلبي؟
هي بالظبط زي الخناقة اللي دخلوا فيها ناس بيضربوا بعض ودخل عليهم ناس بتضرب ما تعرفش بتضرب مين، فبقى في فوضى شارع الغناء، وبالتالي هذه الفوضى بيجي البوليس ما عرفش مين اللي ضربه، ولما يكتروا اللي ضربه بتضيع القضية. يعني احنا في عصر بقى السوشيال ميديا والبلطجة ومحدش هيقدر ياخد حقه. لا البلطجة غير السوشيال ميديا. لا ما هو محدش هياخد يعرف ياخد حقه. احنا حطينا البلطجة في السوشيال ميديا عشان نستفيد بيها. مؤلف مسلسل العهد واخد الفكرة من مسلسل صراع العروش وبينكر ده، إيجابي ولا سلبي؟ لا ده ما حصلش أصلاً، ما حصلش. أمين راضي ما نقلش المسلسل. كان في اتهامات بتقول كده. اللي يتهم يتهم، اللي شاف المسلسلين بجد هيعرف إنه ما لهمش علاقة ببعض. نادي بيراميدز هو المسؤول عن تضخم أسعار لعيبة الدوري المصري بشكل مبالغ فيه، إيجابي ولا سلبي؟ كان من الناحية المادية إيجابي. هو المسؤول. الحمد لله، الحمد لله هنا في قاطع يعني. انت مش ايامك شفت بقى عملنا شيء الاجابه اهوت عرفت ان فيه وفيه. شخصيه هشام سليم في كلبش 3 هي الاقرب لشخصيته الحقيقيه، ايجابي ولا سلبي؟ لا انا مش قتل اوتيلا. لا مش اكرم صفوان جواك يعني؟ لا لا خالص، مفيش شر خالص. لا اكيد فينا كلنا فينا شر وفينا خير، بس مش اكرم صفوان ابدا يعني ابدا. وبعدين انا ما بحبش اذي حد. زاهي حواس صاحب تجار الزيبق الاحمر الكبار في مصر، ايجابي ولا سلبي؟ طبعا سلبي، لان انا يا ناس انا ما في في اساسا اطلاقا انا ما اركبش جنب سواق تاكسي ولا عمري اروح حته غير ما يوقفوني. ايه حكايه الزيبق الاحمر؟ لان في ناس كتير جدا معتقده ان هو لو خد الزيبق الاحمر ده هيسخر الجن ويبقى مليونير. ناس ده ناس بتجيب صحراء مغاربة بيصرفوا ملايين في هذا الموضوع. مفيش حاجة اسمها زيبق أحمر. زمان سنة 1927 كشفت مغبرة في سقارة، تابوت مقفول فيه بقايا تحنيط سوائل، اتحطت في إزازة وحطوها في متحف التحنيط في الأقصر وقالوا عليها الحكومة المصرية. الفهلوية بقى يقولك إيه ده الزيبق الأحمر ده أنا ممكن أجيبه لك. أنا واحد عربي كلمني وقال لي أمه عيانة وعندي الدواء بتاعها عندي في بيتي. قلت له مش فاهم، وقال لي انا معايا 100,000 دولار تاخدهم وتديني شويه من الازازه اللي عندك. طب باله اي حاجه يا دكتور؟ والله انت يعني ناس ترد يا ناس تقدر نعمل كده؟ ما دام هو جاي يشتري زيت احمر. انا قلت له انت هيتنصب عليك كتير جدا، مفيش حاجه اسمها زيبق احمر، امك لازم تاخدها الاطباء. بعد 5 ايام اتقبض على واحد في امبابه نصب عليه وخد منه فلوس. تراجعت في الهجوم على الفنان الشعبي احمد عدويه بسبب لان شهرته اكبر منك، خفت منه كان صعبان عليك. هي بيني وبينك الاحجام في الوقوف دلوقتي ما بقاش بالمتر، بقت بالكلام. وما دام الكلام كتر لا اجابه على هذا السؤال، لان بشكل بسيط جدا لا تثيري مثير الشغب في استغلال دعاية الألبوم. بس ايه الخلاف اللي بينك وبينه؟ ولا بيني وبينه، بالعكس انا رحت بيته 1,000,000 مرة وده انا قلت كلام لغاية دلوقتي مش عايزين يسمعوه. لما ترجع للغنى اعمل اغاني جديدة مع الظروف الصحية والنفسية والمجتمعية والفنية هتقلب الدنيا بيها. احمد فلوكس قرر الاتجاه للانتاج بعد ما كون ثروة كبيرة من التمثيل، ايجابي ولا سلبي؟ من التمثيل. ايه ما جبتش من التمثيل حاجه خالص؟ لا حمو بيكا ما بيعرفش العيب والحرام وعيل فائد، ايجابي ولا سلبي؟ سلبي. سلبي؟ ما انت ما بتقولش على نفسك وحش. لا هو يعني ايه ما بيعرفش يعني العيب؟ انت مش فائد؟ لا انا مش فائد خالص. لا شقيت وتعبت وكافحت على نفسي لحد ما بقيت حاجه، ما مديتش ايدي للغلط وما عملتش حاجه غلط. مطرب نص نص لكنه خد الغنى كوبري للتمثيل، ايجابي ولا سلبي؟ سلبي. سلبي. بس انت مطرب يعني؟ مش مطرب بس انا واخد لون معين هو نجحت فيه. انا ما قلتش ان انا بغني عربي. بس انت كنت بتغني اوروبي اكتر. ها فرنساوي وانجليزي وايطالي واسباني. والله 7 صنايع. ما طلعتش مطرب في الاخر. احمد السبكي عليه احكام غيابيه بسبب شيكات بدون رصيد، ايجابي ولا سلبي؟ كتبت شيكات بدون رصيد؟ ما عنديش، محدش ليه عندي جنيه الحمد لله، ولا عمري اكتب شيك بدون رصيد لحد. لو في فيلم بطوله احمد السقا ومحمد رمضان، من حق رمضان يشترط ان اسمه يكون الاول، ايجابي ولا سلبي؟ سلبي.
وافقت على دور صغير في فيلم الكنز رغم انك بتشترط ادوار البطوله. ايه السبب؟ مين اللي قال لك ان الدور صغير في الكنز؟ انت بتالفي؟ لا كان صغير ما احنا. لا يا حبيبتي الادوار كلها لا الادوار قد بعضيها. وخلي بالك الدور بتاع سيرو بتتكلمي في ايه؟ الناس ما عرفتش ان انت محي اسماعيل. تغيير شكلك وتغيير يعني لما احلق شعر بس انت عملت ساعات بتعمل ادوار عشان انت محتاج فلوس وده مش عيب لان انت راجل. مين اللي قال لك ان انا محتاج فلوس؟ اكيد. لا انا معايا فلوس. منين؟ عندي شقه مأجره. شقه مأجره ومعايا فلوس. شقه مأجره شقه مفروشه يعني؟ شقه وخلاص. هي شقه فول. الحياه في الاساس بنعيشها وسط اكتر من خيار، واحنا في النهايه اللي بنحدد ونختار القرار المناسب لينا. ضيوف شيخ الحاره والجريئه كمان كان عندهم فرصه الاختيار دايما من بين قوسين. بين قوسين. مشاهدك الجريئه في بعض اعمالك وطالب بعدم عرضها لا اخجل منها، كانت مناسبه وقتها ودلوقتي لا. هتختاري واحد. وطالب بعدم عرضها لا اخجل منها، كانت مناسبه ودلوقتي لا. هي كانت مناسبه طبعا ودلوقتي لا. دلوقتي لا طبعا طبيعي. المخرج اللي ممكن تستعين بيه في فيلم سيره ذاتيه للقذافي، مروان حامد، طارق العريان، شريف عرفة. شريف عرفة. ليه؟ شريف عرفة. ليه؟ اصل هقول لك ليه، هتقولي طب ما مروان كذا، هتقولي ده كذا وهتقعدي تقارني بس كده انت خسرت شريف مروان حامد وخسرت. بص انت قلت ايه؟ انت جاي هنا عشان خسرتهم خلاص. السبب في فشل المنتخب في كاس العالم، الجهاز الفني، اللاعبين، اتحاد الكره برئاسه ابو ريده. لا بصي انا اتكلم لهم يعني احنا الثلاثه كلنا نتحمل الاخطاء. مين في هؤلاء يستحق لقب نجم عربي؟ قصي الخولي، عابد فهد، معتصم النهار. ليه بس الخياط مش معاه؟ اهم ممثل اكشن في مصر احمد السقا، محمد رمضان، محمد امام. لا سقا طبعا. سقا طبعا. لا سقا اسطوره يعني. انت لو سالتي محمد رمضان او سالتي محمد امام هيقولوا لك السقا. سقا في حته تانية خالص. المطرب اللي لو غنى شعبي في دول يكسر الدنيا، عمرو دياب، محمد حمائي، تامر حسني. لا عمرو دياب. عمرو دياب. بما انك اهلاوي وكنت بتلعب كوره، مين كنت تحب تلعب قدامه؟ بركات، ابو تريكه، عماد متعب. كابتن محمد ابو تريكه. محمد ابو تريكه. فنانه لو كنت رئيس قناه حاليا تنتج لها مسلسل ضامن نجاحه، وفاء عامر، غاده عبد الرازق، ليلى علوي. وفاء عامر. اهم ممثل من جيل الكبار استفدت منه، عادل امام، صلاح السعداني، محمود عبد العزيز. ثلاثه. السؤال اللي بعده، أفضل ممثل شاب اشتغلتي معاه دراما، محمد رجب، أحمد صلاح حسني، مصطفى شعبان. ما فيش حاجة اسمها كده. قررت الاعتزال بسبب فشلك في تحقيق بطولات للزمالك، سنك كبر، زهقت من الكورة. تختار إجابة من الثلاثة. الثلاثة بالنسبة لي شايفهم مش هم السبب ان انا اعتزلت الكورة. انا اعتزلت الكورة لان كنت موجود في نادي الرجاء المغربي، جات لي اصابة قبل الدوري اسبوع، قطع كامل في الوتر الاكيلس، سافرت المانيا، قعدت عملت عملية كبيرة جدا، وكان فترة رجوعي ان انا اصلا امشي طبيعي او غير طبيعي 40%. الهجوم على نبيل عبيد ونادية الجندي بسبب المسلسل الجديد، حق الناس لان سنهم كبر، مش هياخدوا زمانهم وزمن غيرهم، تجربة ما فرقتش في تاريخهم. أنا شايف إن الهجوم عليهم أصلاً غلط، يعني الناس هجمت قبل ما تشوف المسلسل، ولو الفكرة في إن هم كبار نروح نقتل أبونا وأمنا يعني. آخر سؤال في بين قوسين بيقول، أكتر حاجة بتخافي منها؟ الموت، المرض، الوحدة. أنا بخاف من الموت. الضيف اللي جاي البرنامج بيبقى مطمن في كل الفقرات إلا فقرة واحدة، بيبقى عامل لها ألف حساب،
وبيتعامل معاها على إنها حرب مش لازم يطلع خسران فيها. بس الحرب دي معظم الوقت محسومة لصالح شيخ الحارة. البابا الضيوف كانوا شايفينه كده، بيعتبروه الوحيد اللي قادر يقول عنهم اللي مخبيينه ايام وشهور وسنين. الضيف بيجاوب طول الوقت بثقه، لكن عند مرحله معينه يبدا يتوتر ويلاقي نفسه مع شيخ الحاره. مع شيخ الحاره. ما ينفعش تبداي الكلام كده بزيتونه كده. ايه؟ ما ينفعش تبداي الكلام مع الست إناس بزيتونه كده. ما ينفعش الكلام مع ست إناس ايه؟ زيتونه؟ زيتونه كدب. زيتونه كدب. زيتونه كدب. ايه زيتونه كدب دي؟ الست بيقول لك انك عملتي عمليات تجميل، انت قلت لها لا ما عملتش ولا عمليه تجميل. طبعا طبعا. ايه؟ ايوه طبعا. على الشيخ. ايوه على الشيخ وعلى ابو الشيخ. يا شيخه والله. يا شيخه يلا خش عليا. عيب والله. عيب انت. عيب والله. اثبت لي. ده كل حاجه باينه. اثبت لي. لفيني إيه وشك كده ووريني. الف لك وشي. اه اهو الف لك وشه. ما هو الف لك وشي. اعمل ايه عبير؟ قول. طيب عايز ايه؟ احب اقول لك اسم الدكتور. قول لي اسم الدكتور. ده الدكتور ما بيعملكيش انت لوحدك، ده عامل لي طوب الارض. عامل لي ايه؟ ايوه يا دكتور، ما في كوافير بيعمل لي وبيعمل طوب الارض، ايه المشكله؟ لا. ايه عمليه تجميل؟ انا ما عملتش عمليه تجميل خالص 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 خالص. رايح نفوخك ورايح دماغك. عبير بلاش كده. بقولك ايه، انزل لي هنا. انزل لك فين؟ ما تطلعي انزل لي هنا. يمكن خيوط، يمكن لا شويه والله بوتوكس، ولا بوتوكس يمكن شويه فيلر. انا الحاجات لا دي لا بوتوكس. اه طبعا بوتوكس. بس انا مش مصدق انك شيخ كبير في السن علشان ايديك صغيره قوي. اما انا اصلا قزم، ما تقلقش. مش راكبه مع جسمك. مش راكبه مع جسمك. ده بقولك ايه، انت لسه هتقول ايه علاقه الاعلام بالكباب والكفته؟ ايه اللي جاب القلعه جنب البحر؟ ما تخليك لطيف عشان ابقى اكلك. طب ما انا لطيف اهو. عندك محل ولا ايه؟ عشان ابقى اكلك. عندك محل كباب وكفته؟ هعمل. هتعمل؟ اه هعمل محل. هسميه ايه بقى؟ مطعم؟ لا لسه ما فكرتش. يعني لو ما كانش موجود البوي فريند كنت هتدوس مع شاكيرا؟ والله احتمال. بس احتمال. بس والله يا شيخ الحر تشوفها يعني هي برضو حلوه على الستيج على المنصه. في الطبيعه؟ في الطبيعه، لكن لما تشوفها في الطبيعه قد كده ونفسها برنيطة ويعني ما طب شاكيرا من أصل لبناني يعني عندها أصلها لبناني. أصلها صح لبناني يعني عربي. تعرف بقى عربي وتعرف الرجالة العرب وتعرف حواس وتعرف كل أنا ده. أنا بكتب النهاردة جزء في حياتي اسمه أنا والمشاهير، فقعدت أتكلم عن كل الستات اللي جم الهرم. فاكر لما عدتك اتسرقت منك؟ عدتي؟ عدت إيه؟ عدت إيه طيب؟ العدة. أيوة عدت إيه بالظبط؟ عدة الشغل. عدة الشغل ايه بقى؟ عدة الشغل دي؟ لا ما انا عدة اللي انا بقف اغني قدام منها، اللي هو المايك والأورج والسماعات. سرقوا كلهم؟ هي دي العدة. لا ما انا لازم هنا بقى يعني يستوب بقى، ولازم انا افهم. ايه تفهم ايه؟ اللي هو جاب الكلام ده كله منين؟ لا هو شيخ الحارة. ده شيخ الحارة. لا هو شيخ الحارة دي بقى مع على نفسه هو بقى، مش معايا انا. يعني ايه على نفسه؟ الراجل بيعرف كل حاجة. انا لو قلت لك جبت منين انت هتفهم؟ هفهم طبعا. ما انت فكرني مش هفهم يعني ولا مش فاهم؟ المفروض يعني يبقى في شوية اصل كده او تبقى اصيل عن كده يعني. ده انا اصيل غصب عنك. وما نطيت من المركب ليه اول لما حسيت ان هي بتغرق؟ مركب ايه؟ اول حاجة عملتها رحت مقدم استقالتك لأنس الفقي. اولا انا قدمت له استقالة 3 مرات، انما يبدو انك بتتكلم على استقالة 28 يناير. ايوة. ودي استقالة حقيقية. سببها إيه؟ انا كتبت له جواب، قلت له لقد تغيرت مصر وأنا الأوان أن يكون هناك إعلام جديد، وأنا الأوان أن نترك أماكننا لهذا الزمن القادم. فاكر في لقائك مع الأستاذ سناء جميل لما قعدت تتف اللب على الأرض؟ قعدت أتف اللب على أنا ما تفتش اللب على الأرض. أنا
رميت قشر اللب على الأرض. لا إذا سمحت لي خلينا صحح. تفضل. أنا أصريت إن نسأل سناء جميل السؤال الذي لا تفضله ولا تحبه ولا هي ولا اللي هسألها عنها، وهو سميح أيوب. كنت حريصا أن أسأل سناء جميل ما الفرق بينك وبين سميح أيوب في الأداء والشخصية والروح العامة. وكان في بينهم دايما نعم غيرة. نعم. وقد أردت أن أتشاغل عن السؤال كأهمية بأسأسة اللب في التصوير. في التصوير أردت أن أكون طبيعيا إلى أقصى الدرجات. هي حتى طبق فيه لب، لكن أنا لم ألحظ التقطوقة، وأعترف بإني من فرط رغبتي في الإجابة الحقيقية أسأست اللب وسقط على الأرض. فإذا بها أسأل السؤال فهي ردت علي على طول، قالت لي مفيد في تقطوقة. راحت لممدوح شاهين لحد عنده في المكتب، وقعدت تهلل وتزعق وتخبط وتكسر، وعارفة انك جوه وانا عايزة فلوسي، وعملت كل حاجة وفي الاخر شفتي لا لا مش ممكن شفتي عارف ازاي كل ده، عارف التفاصيل. فاكر البطلة اللي كنت معاها في فيلم ولقحت عليك بالكلام وقالت لك بقول لك ايه يا ادوار، عم محمد السبكي مش جايبك ينجمك على قفايا. الناس مستوطية حتك ولا ايه يا ادوار؟ مين البطلة دي يا شيخ الحارة؟ هو يقولك. قول يا ادوار مين البطلة دي؟ دي الفنانة الجميلة فيفي عبده. محمد رمضان تقيل عليك. مين؟ تقيل عليك؟ محمد رمضان تقيل عليك. بيقولك محمد رمضان تقيل عليك. لا بالعكس، ده محمد رمضان ما يجيش 50 كيلو، ازاي تقيل عليا؟ اسقاسه بالكيلو يا شيخ الحارة. تقيل عليك كنجم. فلوس؟ كنجم بقى وكل حاجة. بالعكس، لو هو نجم يبقى برضك البركة فيا ولا ايه؟ طبعا. صح ولا غلط؟ ما هو بيمشي كلامه عليك ليه؟ عمره ما مشى، الراجل مؤدب ومحترم، حرام عليك، ما عمره مشى كلامه عليا. محمد رمضان ليه؟ عاوز توقع بينا، انت عاوز توقع ما بيننا ولا حاجه؟ عاوز توقع. محمد رمضان محترم ومؤدب وابن ناس على فكره، وشخصيه محترمه ومن ناس ومن عند ناس كويسين. ليه ما خدش منك 100,000 جنيه قبل ما يعرض فيلم عبده موتة؟ ايه ما خدش منك 100,000 جنيه قبل عرض فيلم عبده موتة؟ 100,000 جنيه حصل؟ لا ما حصلش. لا حصل؟ لا ما حصلش. لا هو زود أجره 100,000 جنيه قبل ما نصور فيلم عبده موتة، مش قبل أثناء عرض عبده موتة. وإيه 100,000 جنيه دول؟ 100,000 جنيه أيامها يعني. خلاص بقى بالنسبة للسبكي، 100,000 جنيه دول للصبح كده بيعمل بيهم يعني فطار للستاف. يعني هو بيمشي عليه الكلام. بص، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. واحد، أتجوز في السر ليه؟ دي نمرة واحد. اتنين، يمكن هو عنده مشاكل. لو مقاول انا بيتي هو هو من يوم ما ابويا جابوه لي الله يرحمه، خلاص ماليش انا في سكك اللي عمله. ما يمكن ضحك عليكي وقال لك انا عاجبك. لا لا لا، انا بتكلم، لا انا دلوقتي بتكلم في الصح في العادي جدا. انا تبع بيتنا تبع امي وكلنا جنب بعضينا، كلهم معاهم مفتاحي، انا معيش مفتاح حد. خلاص. نمره ثلاثة، لو هينتج لي وكان متجوزاه فين الفيلم؟ شيخ الحارة عمل اللي عليه وجاب للضيوف أسرار بعضها ضايقهم، لكن قررنا نكمل اللي بدأناه ونرفع مستوى سخونة الأسئلة في درجة حرارتك. درجة حرارتك. أول سؤال، درجة حرارتك 37. ليه ما وافقتش تعمل والد ياسمين صبري في مسلسل حكايتي وعملت دور تاني في نفس المسلسل؟ مش حكايه موافقه، كان المخرج احمد سمير فرج كان عرض عليا الدور ان انا اعمل والدها، وبعدين انا كل حسيت ان انت صغير على الدور يعني. لسه مش عاوز تعمل ابدا يعني. بالعكس، انا عايز اعمل فعلا ادوار بدل ان انا عملت عمها في الـ في الـ في الفيلم. بس بقيت كل حد اقول له انا هعمل، يعني باخد راي الناس، هو وكمان احمد بياخد راي الناس العاديه. فكل واحد اقول له انا هعمل دور ابو ياسمين صبري قال لي هو المسلسل كوميدي. ليه كوميدي؟ ياسمين ما شاء الله فرع كده وطويله وجميله. مامتها يمكن، مامتها كانت في المسلسل باينه ولا ما كانتش باينه؟
تطلع ممكن طالع على مامتها مش طالع على باباها يعني. فلا فصعب فلقيت ما مش يعني مش هيركب الناس مش هتقبله اصلا او مش هتفكر. السؤال اللي بعده درجه حرارتك 38. لما خالد صالح مات قلت يا دنيا اتاخرتي علينا، كنت استني شويه. صبري فواز خايف يموت في سن صغير؟ لا مش مسألة خايف أموت، بس أنا بصراحة بصعب عليا فكرة إنه يعني نعيش عمر بنجاهد وبنحفر في صخر وبناخد مساحات قد كده علشان نوصل للحظة وأول ما نوصل لها نمشي من الدنيا. دي مسألة قاسية أوي. هي دي سنة الحياة. ماشي بس يعني يتبل رقنا الأول قبل ما نمشي حتى. السؤال اللي بعده درجة حرارتك 39. ايه رايك في الهجوم والانتقاد اللي بينتقدوا حلمي بكر للفنانين المهرجانات وغيرهم كمان؟ حلمي بكر صريح. صريح. الوحش وحش الحلو حلو. ودي ما تزعلش حد. ما بيعجبوش الحال معايا. يعني قال لي انا مره مش عارف عملت ايه كده، قال لي ايه ده؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ قول كذا. قلت له حاضر. خلاص. نروح بقى للسؤال اللي بعده وهو درجة حرارتك فيه 40. ليه كل الفيديوهات اللي موجودة لعبير صبري على اليوتيوب مكتوب عليها مقاطع ساخنة؟ مش عارف، أنا لاحظت القصة دي. ليه الناس حسراكي في الحتة مش دي؟ مش عارفة، بس أنا عايز أقولك إن أقل مقطع ليا من أي مسلسل على اليوتيوب فيه من 3-5 مليون مشاهد. من عشان مقاطع ساخنة. وتفتحي ما تلاقيش ساخنة ولا حاجة. والله امال لو حطيتي ساخنة بقى هيبقى كام؟ بالظبط بقى هنعمل ايه؟ السؤال اللي بعده درجة حرارتك 41. هوري لك صورة وهسألك عليها. ورونا الصورة. دي بنتك نور. دي بنتي نورة. بنتك نور عندها خلل هرموني. بنتي نورة بقت ابني نور. ابنك نور؟ ابني نور. ازاي؟ ازاي ده ربنا مش يعني. لا ازاي بقت ابني نور؟ انا مش هقدر اقول لك ازاي. عمل التحويل يعني؟ بيت اتحول لسه. درجة حرارة الضيوف وصلت 41، لكنهم كملوا معانا وكان عندهم مهمة إنقاذ صعبة هنشوفها بعد الفاصل. عند كل ضيف شخص بيبقى غالي عليه في مقابل أشخاص مش مهمين بالنسبة له، عشان كده حطينا الضيوف في معادلة صعبة وسألناهم تنقذ مين؟ تنقذ مين؟ صفوت الشريف، فاروق حسني، أنس الفقي. احترت؟ أنقذ صفوت الشريف وأنقذه لأنه بعتقد أنه قدم للإعلام المصري الكثير. أما أنس الفقي فهو رجل فاضل بيشتغل، وفاروق حسني حاضر في كل لحظة بفنه. بفنه ولوحاته. إذن الأولى بالإنقاذ، عفوا إذا قلت الأولى بالإنقاذ وهي كلمة فيها حب واحترام، صفوت الشريف. كابتن حسن شحاتة، كابتن جوهري، هكتور كوبر. الثلاثة هم اللي أنقذوني مش أنا اللي هنقذهم. مفيش والله صدقيني. دول ثلاثة، دول الثلاثة بصوا الثلاثة دول أنا حضرت معهم كل حاجة. ما أقدرش، مفيش عندي يعني. لو بدأت هبدأ بالكابتن جوهري الله يرحمه، حضرت معاه أخدت معاه 98. طب الله يرحمه مش هيسمعك مش هيزعل منك. الكابتن حسن ثلاثة كأس أمم، مستر كوبر كأس أمم أفريقيا ولعب كأس عالم معي. مفيش لا ما أقدرش. لازم تختار واحد. ما أقدرش والله. مش هنسيبك مش هتمشي من قاعدين بقى للصبح لغاية ما تختار واحد. أختار مين؟ مفيش عنده واحد. هو واحد بس. التلاتة على راسي والله، التلاتة على راسي والله مش قادر والله. مفيش والله صدقيني. أبقى أنا راجل كده يعني
يعني اجيبها ازاي؟ ان انا اصل هي مش قله اصل هي انت بتنقذ واحد من الكورونا. انا انت بتنقذه من الكورونا. انت ليه ما جبتش مستر مانويل معاهم؟ ما خلاص قلنا بقى. ما انا قلت لك هو طيب. ما انا قلت لك احسن مدرب. لا يمكن هتنقذه. والله الثلاثه. لا مش هتنقذه ابدا. والنبي الثلاثه والله. لا واحد منهم لازم. والله من واحد. بص هقول لك يعني انا يعني ممكن اختار اثنين. طيب ممكن اختار اثنين. طب اثنين وبعدين نصفي واحد. اختار اثنين. ممكن اختار الكابتن حسن ومصطفى كوبا. صدقيني. ما عشان دول. خلاص لا مفيش ما اقدرش والله. كابتن الاثنين دول بخصوص الثلاثه ما اقدرش بس الاثنين دول لا صفي بقى صفي خلاص والله مصفي صفي بقى والله العظيم مصفي والله ما اقدر اطلع نطلع خد على اللي بعدها بقى خد الثلاثه اللي بعدهم كرمني يمكن يعني الثلاثه اللي بعدهم ما اخدش منهم حد ما انقذ حد منهم خلاص انا سايب لك دي عشان لسه حط كمان لا اسامه هيكل الوزير صفوت الشريف الوزير السابق انس الفقي الوزير السابق بحب الثلاثه لا ما مش بالحب انت هتنقذي شخص واحد انت طبعا حضرتي الثلاثه في التلفزيون حضرت الثلاثه طبعا هتنقذي واحد بقى وتجري بيه طبعا مش هتقدري انت اللي تنقذي قوي لكن حتى يعني انت هتمسكي في ديله وتمشي صعب قوي لا مش صعب عايزه انقذهم الثلاثه لا لا هو واحد بس استاذ اسامه الحمد لله ربنا يديله الصحه وبجد راجل محترم جدا 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 وبحبه جدا 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 استاذ اسامه هيك علشان هو موجود دلوقتي لا لا انا كنت مشتته ما بين استاذ اسامه واستاذ انس الفقي غدا عادل دره منى زكي هنا بقى فكر لانك هتختار بمقاييس مش عارفه بقى الفنيه ولا الجماليه ولا الانثويه اهو انثويه يعني هنقذ غاده فنيا انقذ منى يعني احنا واحد في الاخر واحد انسانيا انقذ دور يعني بس انا طيب ممكن كده احنا عاوزين بقى كده اختار غاده لان احنا اصحاب تاتا زينب العطار زينب العطار اصيله النعجه اعمل ايه فيهم انقذي واحده بقى في نفسي انا كمان انقذي بقى واحده منهم انقذ واحده منهم اخد زينب العطار خلاص هتاخد زينب العطار في المجموعه الثانيه طب ليه كان اول مره اعمل شر عادل امام يحيى الفخراني سمير غانم عادل امام عادل إمام على طول من دون تفكير لأن سمسم برضو حبيبي جدا بس عادل إمام لا يعني أنت بتختارهم حسب علاقتك بيهم وبالشغل بيهم لا وعادل إمام يعني النهاردة أقدر أقولك يعني إحنا العلاقة ما بيننا بحبه جدا وهو كبر بطريقة جميلة بقى شخصية تانية خالص غير التجربة يعني معمولة شركائه والتجربة لا وحافظ على مكانته لآخر يوم يعني ما سيبك أنا ما بكلمكيش على التمثيل ولا وضعه ولا شغله أنا بتكلم على الشخصية يوسف شاهين حسن الإمام صلاح أبو سيف أنت يعني بصرف نظر هما ميتين أو موجودين أنت هتنقذي مين فيهم لو في خطر لو في خطر صراحة أبو سيف مواطن مصري والبداية وعملتيهم معايا إنه كان شخصية رائعة وجميلة جدا 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 ما حبكيش صلاح أبو سيف؟ ما حبيتوش؟ ما حبكيش هو ما حبكيش؟ لا أصل صلاح أبو سيف كان حبيب بس ما كانش لا. يقول عمرو دياب تامر حسني ومحمد منير تامر حسني من غير تفكير طب ليه؟ من غير اللي يبص هو ضحكته عامله ازاي اصلا صلاح عبد الله بيومي فؤاد ماجد الكدواني انتوا صعبينها يا جماعه لازم بقى تنقذ واحد وتسيب التانيين صعبه قوي صعبه انقذ ممكن انقذ الثلاثه لا هو واحد طب ماجد الكدواني بحبك يا عم صلاح وبحبك يا بيومي والله اسلام البحيري ابراهيم عيسى يوسف زيدان أه
يعني اكيد مش هنقذ يوسف زيدان. عداوه لا مفيش عداوه خالص خالص، عمر ما عندي عداوه مع شخص، بس مش هنقذه لان انا مختلف مع منهجه، لكن له كل الاحترام كشخص، ابدا مفيش عداوه. وهحتار ما بين ابراهيم واسلام، يعني ابراهيم صديق واعلامي محترم وصحفي كبير، هتاخد اسم بس لازم واحد بس. هنقذ اسلام. بتنتهي الفقرات في المنطقه دي وننزل نكمل حلقتنا تحت في ساعه الحظر ما تتعوضش. ساعه الحظر ما تتعوضش. لما الناس تقعد في بيتها عشان تحافظ على صحتها ده مش غلط، الغلط اننا نخرج من التجربه دي من غير ما نتعلم حاجه جديده او نحس بمشاعر مختلفه. اكيد في ساعه الحظر حصل لك حاجات كتير قوي في حياتك غيرت لك كل وجهه نظرك للحياه. عاوزاك تقولي مشاعرك ما قبل الكورونا وما بعد الكورونا. الملك لك يا الله. هذا الوباء مدينا فرصة إن إحنا نفكر في حياتنا. في حالة حرص طول الوقت، في خوف وقلق. بقيت أقعد مع أولادي كتير، كنتش بقعد معهم كتير. أتسلح بسلاح مهم جدا رباني اللي هو القناعة والرضا. شيء غير متوقع، وباء قاسي وقاتل وكأنه عارف التارجت بتاعه داخل على الرئة كده. ده فيروس متشافش من العين، كلنا قاعدين في بيوت، نقعد في البيت نتلم. بحس بأمان إن أنا عيلتي كلها موجودة. أحسن فترة في حياتي دلوقتي إني قاعد مع الأسرة مع العيلة مع الولاد. لو هذا هو ابتلاء من عند الله نقول الحمد لله رب العالمين ونصبر. كده وصلنا لآخر محطة من الموسم الرابع للشيخ الحارة والجريئة. وقبل ما اختم الحلقه عاوزه اشكر كل الناس اللي ورا الكاميرا اللي اشتغلوا في ظروف صعبه وراعوا اجراءات السلامه والوقايه من الكورونا. شكرا لكل من ساهم في خروج شيخ الحاره والجريئه بالشكل اللي ظهر بيه طول شهر رمضان. عيد سعيد على مشاهدي القاهره والناس، والسنه الجايه ترى شيخ الحاره ناوي على ايه. كل سنه وكل المصريين بخير، كل سنه ومصر بالف خير.